أولا أنا جد مسرور جدا وعندي الشرف أن أستقبل الأخت حليمة وزيرة العدل الليبية، والتي هي نموذج للمرأة المغربية في النضال من أجل إحقاق العدالة، كذلك النضال من أجل استقرار البلد وحماية أمنها. وليبيا تسير في هذا الاتجاه، ونحن في المغرب متمسكون جدا أولا بوحدة الدولة الليبية وبأمن واستقرار شعبه، وبإيجاد حل مشترك يتراضى على جميع الأطراف، لأن ليبيا تحتاج إلى العالم العربي، والعالم العربي يحتاج إلى ليبيا. ليبيا دولة قوية لها موقع استراتيجي ولها تأثير كبير، وهي كذلك عاطفيا عزيزة علينا. قد أكدت أن الشعوب العربية رغم ما تعانيه تخرج مثل الفنيخ من الرمال للدفاع عن نفسها ولتأسيس دولتها. هذا الأخت حليمة مرحبا بك في المغرب، يشرفني كثيرا هذا الحضور، بل يجعلني أفتخر بدورك وبمكانتك وبالمهمة التي تقومين بها في بلدك. وتأكدي وبلغي إخواننا في ليبيا عن تمسكنا بوحدة دولتهم وأمن شعبهم واستقرارهم، وأنا متمنياتنا أن تتجه ليبيا بشكل نهائي نحو الاستقرار ونحو تأسيس تلك الدولة القوية التي ستساهم في بناء العالم العربي وبناء استقرار العالم العربي، والتي سيكون في عمل مشترك بيننا وبينكم في المستقبل من خدمة الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي. أنا مسرورة جدا بين إخوتي وبين أشقائي، أحيي المملكة المغربية من جلالة الملك وكذلك الحكومة وكذلك الشعب المغربي الشقيق. أنا اليوم بالفعل بين إخوتي بدعوة كريمة من معالي السيد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي لمسنا فيه بالفعل الأخوة الصادقة، العمل الصادق، العدالة، العمل السياسي الجاد، كذلك للبحث عن حقوق المواطن أينما كان، وهذا هدفنا جميعا سواء رجالا أم نساء. أنا أحييكم اليوم من هنا كأول وزيرة عدل عربية الحمد لله، ومن ليبيا تأسيسا نؤسس الحمد لله. أنتم تعلمون أن ليبيا مرت بمراحل من النزاع ومن الفوضى من التدخلات، والآن الحمد لله نسير باتجاهنا الصحيح. نوثق أيضا كما تفضل معالي الوزير على وحدة ترابنا الليبي، وحدنا كل المؤسسات، الآن نحافظ على هذا التوحيد ونعمل من أجل العدالة، من أجل المصالحة، من أجل حقوق الإنسان وعودة الاستقرار وعودة هيبة الدولة. لا ننسى دعم أشقائنا في المملكة المغربية ودعمهم الدائم لنا. نحن ضاربين في جذورنا التاريخية، كذلك علاقاتنا واحدة، تاريخنا واحد، شعوبنا واحدة. أحييكم مرة أخرى وأنا سعيدة بلقائكم، وإن شاء الله سيكون تبادل للخبرات وتبادل للتدريب وللتأهيل ولتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ولعدة مواضيع تخص الطرفين. شكرا لكم.